ديك عمر 11. هنا لسه في عمود اللي هو 66 اللي هيدي عشان في كاميرا تحتي هتركب. عند الواير دي برضو في عمود اهو الاخرام داي في عمود هيركب هنا في كاميرا برضو ايه تحت هتركب على ارتفاع 2.60 متر. ده المثلث برضو اللي ركب بالحته الصغيره بتاعتي مكمله المفروض التصعه هداي تاخذ من دي من العمود دي للعمود دي للعمود دي للعمود اللي عند الجبس ده التصعه ودي والكاميرا دي اللي هي عطي حسن علام واخده من حسن علام عطي العمود بتاعنا اللي هناك خالص تمام. والكاميرا دي برضو اللي هي ايه هدي لما دي التصعه تركب هنا هي قبلوا بعضهم الثانيه اللي خليناها من فوق اهي الثانيه دي اللي خليناها من فوق عشان تمشي مع ال 25 قلبناها وخليناها من فوق بعد كده المدادات دي هتربط مع العمدان اللي هي ايه لما تركب بقيه الكاميرا دي في مداده هتربط من القبقاب للكاميرا